السلام عليكم، مرحبا بكم قناة فرح بلوك. اليوم غنحضر انا وياكم غراتان اللي غيكون بالدجاج والبطاطا والفلافل. فبالنسبه للدجاج هنايا حتى جيت في القوام شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار، القزبور، معلقه ديال المطارد، واحد شويه ديال الثوم غبره. وهنا غادي نحتاج بطاطا فريت باقي غادي نقليها، مازال ما قليتهاش، والفلافل كي تشوفوا هنايا عندي الصفراء والحمراء حتى هما غادي نقليهم. وعندي بالنسبه للفرماج عندي هنا الموتزاريلا، وعندي هنا الفرماج ايضا. وبالنسبه للاسوس بلونش عندي كاس ديال الحليب وربعه ديال المثلثات ديال الفرماج، شويه ديال البزار، وشويه ديال الكوزه، والملح بطبيعه الحال. فهادو المقادير اللي غادي نحتاج، ونبداو على بركه الله تحضير الكغاتان ديالنا. فكيف كتشوفوا معايا هذا الدجاج خلطناه بالتوابل باش يشربهم. ودابا غادي نحضر الصلصه البيضاء. كيف قلت لكم غادي نحتاجوا فيها كاس ديال الحليب، فغادي نخويه هو الاول في الكاسرونه، وغادي نضيف له الفرماج. من بعد هذاك الفرماج غادي نورك عليه باش ينسجم مع يعني بجغو في وسط هذاك الحليب. وغادي نضيف له شويه ديال البزار، شويه ديال الكوزه، ومن بعد غادي نديرو فوق نار مهيله، نبقى كنحرك حتى يبان ليا عقد. كتشوفو معايا نحركو بحال هكا، نزيد دابا شويه التوابل. نحركو مزيان حتى ينسجم هذاك الفرماج مع الحليب، ونديرو فوق نار مهيله. كذلك غادي ندوز باش نقلي الفريت، ونقلي الفلفله، وغادي نقليو حتى الدجاج حتى هو. فدابا بعد ما وجدنا لاصوص كيف كتشوفوا، انا اختاريتها تكون بحال هكا. الا بغيتوها تكون عاقده على هكا، راه كتزيدوا فيها يا اما شويه ديال الدقيق ديال الفرص، ولا كتزيدوا فيها شويه ديال مايزينا. انا كنفضلها بحال هكا، كتجي خفيفه ولذيذه. فاول حاجه غادي ندير الفريت هي الاولى، الطبقه الاولى اللي غادي تسبق، ومن بعد غادي نضيف عليها الدجاج كيف كتشوفوا اللي حتى هو قليتو. ها الريحه كتشهي. وغادي نزيد الفلافل. اخر مرحله هي هذا الفرماج ديال لي دام اللي غنديرو من الفوق.
هادو المقادير اللي استعملت ديال كونتيتي قليله، الا كنتو غديروا اكثر خصكم تضاعفوا المقادير، يعني ديروا الدوبل ديال كل حاجه.